الله يطول عمرك ابو سمر. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على من أرسله رحمة للعالمين محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، في هذا اليوم الموافق 24/2/1439 هجري، نستقبل بكل شوق وحب رئيس القرية الشيخ محسن بن تركي، ونعاهده معاهدة الرجال أن نقف معه فيما يراه مناسب ويخدم قريتنا ومتسابقينها الكرام بحول الله وقوته، وانطلاقا من قول الله عز وجل الآية: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. سلوم سعادة رئيس القرية، نتفائل بمستقبل زاهر يحفظ لكل متسابق حياة كريمة في هذه القرية بوجودكم وتوجيهاتكم بإذن الله. وكل متسابق حضر يريد أن يعبر عما في خاطره تجاهكم، ولكن لضيق وقتكم نستأذنكم في أبيات شعرية يلقيها عليكم عددا من الشعراء، ونبدأ بالشاعر الأول محمد بن عمرو. ونعم والله يا أبو راشد، راعي الأولة طول عمرك. والله أنا أقوله صادق، ما عليك زود. والله يا أبو تركيني عاد يكتب فيها، أقول هذا الحين ما خلصت. يقول بيت منك أسوأ عندك. أبشر يا شيخ، والله أنك شيخ على الشداد، وقدام كل شيء وقدام الدنيا. ما عليك زود، ما عليك زود طال عمرك.
يقول على كفوف القاع يا شجرة الخوف ميلي على قاع تمد شماها القاع جردة والزمن عش وفروخ والحظ طير ما يضوي عشاها أنا وخركاب الهواجيس وتنوخ عند بلجن قدام تبرك نصاها أنا وخركاب الهواجيس وتنوخ عند بلجن قدام تبرك نصاها شيخ حفيد شيوخ واجدادها شيوخ محسن ولد تركي منه مسنباها شيخ حفيد شيوخ واجدادها شيوخ محسن ولد تركي من اومس نباها معرب الجدين والراس مطلوخ من روس همت العرب وعظماها هدم مدامك نسل لباس تلجوخ ذبحت العيال عندك صلاح ما عليكم زود ما عليكم زود اقدم مدامك اقدم مدامك نسل لباس تلجوخ ذباحة العيال عندك صراها دواسل تزجر على الموت والدوخ تنجى شيوخ الدوخ واسمة عصاها ما عليكم زود ما عليكم زود يا دواسل تزجر على الموت والدوخ تنجي شيوخ القوم واسمة عصاها ومدام شاس الطيب ما هو بمشروخ اقدم يا ابو تركي ولا مسلباه ما عليكم زود الله يبيض وجهك بياض الشاش الى يوم يبعثون والله حب الله العفو تكره بيض الله وجهي نشكر الشاعر محمد بن عمرة على هذه القصيدة الجزلة أما الآن مع شاعر البحرين شاعر المليون محمد بن جخير فليتفضل السلام عليكم ورحمة الله أرحب يا أبو جخير الله يبقيك طول عمرك يا محسن الله يبارك لك وتستاهل طيب لو أنك يا صاحبي أكبر من الشيخة هل هي جاءت رغم أنفها ما جاءت بالساهل للي ما ينسى مع التاريخ تاريخها الله هل يا أبو تركي الله يمسيك بالخير سيد برضه والعافية والله يمسيكم بالخير جميع مسيك بالنور أنا زعلان للأمانة لأني حانك وخايف عليك لأن جميع إنسان يدخل دخلة فخمة نفس هذه مهدد بالعزل والخلع من الرئاسة أبو محمد أنا ما كنت أتوقع أنا دخلتي كانت الحمد لله يعني الكلام الربع كويسة لكن دخلتك يا أخي وش ذا دمرتني الله يطول عمرك دمرت دخلتي ولذلك أنا أطالب بأن تخلع من الرئاسة دخلتك كانت أفخم من دخلتي بشكل ما تتصور أنا أقول ولكن ولكن تستاهل يا أبو تركي تستاهل الطيب ومع ذلك أنا أتمنى أني يخلع لا أقول تستاهل الطيب ولا نجلة من عقبك يا أبو جخير جعلان 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 بيض الله وجهك بياض الشاش بيض الله وجهك أنت اللي بيض الله وجهك على يعني فداك ما أقول لولا الله ذا وجودكم والله ما رحتين الله يبيض وجيهكم والله وجيهكم السعد والله وجيهكم السعد واحد واحد لا طول لي عمرك نشكر الشاعر محمد بن جخير الله يرفع قدرك الله يرفع قدرك يا ابو راشد اما الان مع شاعر الاردن الشاعر الجميل بلال بن ماضي الله فليتفضل والشيخ السابق اسمحوا لي دقيقه بس بن جخير دقيقه يا ابو اذا نصل على الشيخ وياك لنا موضوع ما ايه خير البراعي وش عندك ارحبوا يا رجال حنا الشيوخ انا وبن جخير كما الشيخة كانت بدينا اثنين حنا الله يبيض وجهك نسلمك الشيخ هذا شرف كبير هذا شرف كبير الله يرفع قدركم جميع وصل وصل جعلني فداكم الله يرفع قدرك اقول والله ما نجي الا من عقبك ودك اقصد جوالك ولا روح المنبر اقصد بس تعال اقول المكان ذا كله لك يا ابو ماضي الله يطول لي العمر ما ضبط لك المشي جعلني فداك والله ما نجي الا من عقبك اسلم اسلم ما دهشت تصبط روح لان طاحت شيختك خلاص يعني يطيح عقبك المشكلة يعطيك برشتي لا هند لا هند جعلني فداك الآن أنا الآن طيب ماشي أنا ما أحب أمدح إلا طيب النية أي لا الطيب اللي معاه الصعب متياسر الله هل الشيخة أسبوع والأسماء وهمية طيب والشيخة الموجزة منا لها خاسر طيب شيخ بلية قصيد ولا دخولية كل دوسريين على عرش الفخرجات الله هل سلامتك بيض الله وجهك ابو ماضي بياض الشاش الله لا يهينك شرفتني والله نتاج شرف
ابو محمد تذكر بيض الله وجهك. قل لي المال تستاهل والله. نشكر بلال بن ماضي على هذه القصيده ويعطيها الف عافيه على الحماس الزايد. اما الان مع شاعر المدينه محمد المطيري فليت تفضل. ناويك ترى على سالفه قبل شوي. اقول انا كل ليلك ابو فجر كل ليلك ما في كل ليلك بدو سبق لها ربها. السلام عليكم جميعا. ارحب. الف مبروك. بارك فيك الحبيب اللدود اخوي محسن بن دوش. بارك فيك. تجي انا مرتاح يا الربع. انا مرتاح. يلا روح. اقول مساءكم محسن جميع الجماهير. الله سلام الله. وفي البرد هذا لابسين البلوفر. طيب ابداع محسن اوفر. لا ارجوك دائما عندنا غير. الان يا محسن ترى صدق اوفر. اوفر واضحه من القافيه اصلا. وضحت من القافيه ابو محمد. وضحت من القافيه والله. وش اسوي؟ بيض الله وجهك. والله انا تاج شرف والله. بيض الله وجهك الا انت. والان يا شيخ القريه جعني ما خلا منك. طول بعمرك. مع اسماء المعينين من قبلكم. اسلم. في القريه وهم اولا خالد الشيباني. ثانيا عبد الله بن جليغم. ثالثا عبد الله الحلافي. رابعا فيصل بن شافي. واخيرا طلال الوادعي. تفضل عندي. سلم سلم على الشيخ. يتفضلون يا شيخ القرية. يتفضلون بالمعاهدة أمامكم. السلام عليكم حفظهم الله. نقرأ المعاهدة. حفظكم الله. أدغش البشت يا شيخ. أبو محمد عزيز عزيز روعتوني أحسن من بشت اللي طاح. أبدأ أبدأ يلا. نص المعاهدة يا شيخ القرية. شيخ القرية نشكركم على هذه الثقة التي أوليتموني إياها. نشكركم على هذه التي أولمتموني إياها. ونعاهدكم على كل ما يخدم القرية. ونعاهدكم على كل ما يخدم القرية. ومتسابقيها. ومتسابقيها. بما ترونه مناسبا بإذن الله. بما ترونه مناسبا بإذن الله. أعطيكم العافية. سلموا على الشيخ. شكرا. واحد 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 دقيقة دقيقة. الله يعطيك العافية. أوفر الله. يا الله. موسين عبد الله. موسين بيض الله وجهك. شيخ موسين بيض الله وجهك. مبروك. الله يبارك فيك. رسم الولد. الولد رسمي. يبعد عونه. بيض الله وجهك. خلنا معك. اقول وافي الوضع رسمي. الوضع رسمي. بعدين موسين ارحبوا. الف مبروك. الله يبارك فيك يا ابو حاضر. بيض الله وجهك يا ابو تركي على هذه الثقه العاليه. بيض الله وجهك. اوفر اوفر يا اخوان اوفر. الصور انا موظف. شلون كذي؟ والله ما تطرح والله. هاي مش مش بيض الله وجهك. انا اتامل فيك خير هذا الاسبوع. نعم بكره شيخ القريه. بشتو بيض الله وجهك. نشكر شيخ القريه. نشكر شيخ القريه على حسن استقبال الموظفين. واشكر المتسابقين على حسن الاستماع. الى هنا انتهت فقرتي. ولكن نبدا مع اخوي غازي المطيري ليستكمل ما بقى من هذه الفقره. شيخ القرية. شيخ القرية على خشمي. استعجل عشان الوقت. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. نشكر أخوي سلطان سهلي على ما كل ما قدمه من جهود. يعطيك العافية. والآن مراسم تسليم الشيخة من الرئيس السابق. أوه معليش. لا 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 سلمناها. تجاوز هذه المرحلة. شكرا. ليش ليش تسلم؟ معلم معلم نتفادى هذه يا اخوان. ريالتي ريالتي نتجاوز. طيب. هذه ريالتي. والان مع كلمه رئيس القريه. سوان طال عمرك. خايف يجي مضايقات. نعم تفضل. اثنين من هنا اثنين من هنا واحد صرف نفسه. بسم الله والصلاة والسلام. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أحبتي الكرام أخواني المتسابقين يعلم الله أنني أكن لكم محبة عميقة. وصل وصل جعلني في ذاك وصل. أكن لكم محبة عميقة في قلبي لا يعلمها إلا الله. ويشهد الله علي أنني إذا لم أكن صادق في هذا الكلام إن الله بحاسبني عليه. ثانيا
واوصل بريح بارود، ريح بارود. ونشكر لكم تفاعلكم، ولازم تعرفون اني بدونكم والله العظيم لن اذهب الى اي مكان ولن انجز اي انجاز. وهذا وصلى الله وتبارك على محمد، صلى الله وبارك على محمد. وصل والله 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 العظيم تم 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 والآن مع القرارات. أولاً أخوي غازي نتمنى من الجميع أن يستمع لأخوي غازي لأنه سوف يقول كلام في غاية الأهمية. أولاً بأمر رئيس القرية الصادر برقم 29/3 وتاريخ 24/2 يمنع منعاً باتاً إطلاق لفظ الشيخ وتستبدل بكلمة رئيس القرية، ومن يخالف هذا الأمر سوف يتعرض لعقاب جسدي ومعنوي. اسمح لي بس أعلم، اسمح لي الله يطول عمرك الكبير، الله اسمح لي بس اخوي غازي اعلق. تفضل. نحن هنا نريد ان ننشر ثقافة التواضع، فلذلك لا بد ان نستبدل هذه الكلمة بكلمة الرئيس. نتمنى من الجميع تقبلها. شكرا لكم على حسن الاستماع. اثنين، اختيار مقر رئيس القرية ويعين فيه السكرتير عبد الله بن جليغم لإدارة المكتب والشؤون الخاصة. شكرا عبد الله. شكرا موسيم. سوف يكون هناك دليل إجراءات للمعينين بحيث يكون الرجوع لهم عند الإدخال بحيث يكون استرسل طلب. طيب، بحيث يكون الرجوع لهم عند الإخلال بأي قرار يخالف نظام القرية المنصوص عليه. تاس. رابعا، أن يلتزم جميع المتسابقين بجميع القرارات أعلاه وعدم تجاوز الصلاحيات. خامسا، بمناسبة هذا اليوم راح تكون فيه فعاليات ترفيهية وأولها أمسية شعرية يحييها عدد من الشعراء والمنشدين. آخرا وليس أخيرا، سنختم معكم بالعرضة النجدية مع فرقة الخزامة للفنون الشعبية، وأحلى تحية للفرقة. هرم حياكم الله يا أخوان، تفضلوا. نرجو من الجميع التزام الصفوف المناسبة بحيث يكون هناك صفين متناسقة، ونعطي الفرقة المساحة الكافية لأداء هذه العرضة. الكراسي تفضل يا اخوان، حياكم الله، تفضل. اي نعم، شكرا لك اخوي غازي، بيض الله وجهك. انا لك سم ما ادري ارحب يا رجال، ترى حي في ذمتي والله، مرحبا والله، مرحبا والله، مسهلا. ايه ذا الليلة هميصعي من يلف ابو محمد. اثنين نشاط يشيلون الكرسي يقلعونه. اثنين نشاط، ربعي لا ربعي يا ربعي، لحت خلق بص، مو كذي معلم بسم الله. امسك الكرسي خلاص، انتهت مهمتكم. وين غادي؟ لا خلاص انتهت مهمتكم. لا مو بكذي، مو كذي. اتمنى الجميع نسمع غازي الملتزمه عشان لا تكرم استريحوا يا اخوان، امسكوا الصفوف جعني فداكم. بطل غازي امسكوا الصفوف، اتجهوا. اقول المساحه، الوقت لكم. ليه مسحت انت؟ وانا من هو ذاك اللي كان نايم؟ استريح، موجود. وانا السيف يا شيخ، وانا الشيخ الربع. بسم الله. ما في سيف يا شيخ. سم الصفوف جعني فداكم بحيث يكون الشكل مش دائري. لا الله يرفع قدرك وبيض وجهك. عادي رقم السيوف. شيخ صفتنا كذا كويسه. هي صفين شغال. هو صاد، رئيس. بسم الله. صفين مستقيمه، نبدا يا شيخ. بسم الله. روح بيجيك روح. مني عليكم يا اهل العجاسة. صبوا تركي على عين الحريق.
مشروب الخير مشروب الخير مشروب الخير ما له وقت ما له وقت اصبر فيه بعد يمكن اصبر اصبر لا تبدون شوي يلا يلا بسم الله نبغى اقلع ادخل بالجدار ويطرب يلا بسم الله ربعي يا ربعي ربعي يا ربعي عز الصف الصفوف تجي كذا الصفوف اللي بيها بشكل مستقيم مو بداير يا عيال بشكل مستقيم بشكل مستقيم والله قد يتامر علينا من الحين حسبنا الله ونعم الوكيل الله لا يعيد الرئاسه معه افر بدي اسمع اسمع
هناك يلا تعال 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 ارحب مليون ارحب 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 يا الله وسهلا يتوقف كل شيء عشانك ابو ذي ارحب 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 هلا هلا يلا حي ابو ذي الله يبقيك وحشنا يا اخوي الله يبقيك لا لازم نوقف ابو ذي الله يبقيك ما راح يتم ست دقائق وين عبد السلام هلا هلا بالحبيب الله ارحب ارحب يلا حي ارحب يا قادر اصبر بعد ما قابلت ارحب ها شو اخبارك اخذنا ست بقينا ست سبع ها خوي الصغير ايش اخبارك طيبين يا ولد والله دخلت عشان يتنكس والله بيتنكس تدي خلي تروح خلي يقعدوا تجلس معهم يا عبودي تجلس ها ابو حور ترى يخبل عليك ابو اسالك بالله هات 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 هلا حبيبي عرفني الله يبقيك ايش اخبارك عرفني انا اسمي ابو حور عرفني الله يبقيك اخو قادر قادر اخو قادر عبد القادر اخو يا حلو ابو تركي محسن محسن وين ابو تركي باقي في واحدة ثانية؟ أيوة أيوة عشان تنكس يلا يا عيال نفس ما احنا نفس ما احنا نفس ما احنا ربعي يا ربعي نفس ما احنا تكفون يا عيال يلا يلا ابو شافي غازي يلا نفس ما احنا نفس ما احنا يا عيال نفس ما احنا نفس وضعنا نفس وضعنا يلا عبد السلام عبد السلام عبد السلام امسك الصف يا عيال يلا نفس ما احنا يا عيال المعذرة المعذرة آسفين يلا يا عيال يلا يلا بسم الله نفس ما احنا يا عيال ابو 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 صالح ابو صالح يلا يا ابو منيرة ايه ما يسمحوا لنا دقيقتين ثلاث يلا يا عيال يلا يا عيال ربعك يا اخي اخويا يلا وينهم يلا والله العظيم تنزلون انزلوا والله العظيم يا اخويا انت المحل محلكم والمشهد مشهدكم روح يا اللي فوقنا عالي يا الله يا اللي فوقنا عالي يا الله جزر العطايا مبني العلة جزر العطايا مبني العلة يا اللي فوقنا عالي جزر العطايا مبني العلة يا العلة Bye.
مجنون ايش قاعد تسوي انت؟ بيض الله وجهك بيض الله ارحب شيخ يا شيخ ارحب يا شيخ انا جيت كلن ياخذ سيفه كلن ياخذ سيفه خذوه